انتهت فصول قضية تحرش تفجرت في مواقع التواصل الاجتماعي بداية الأسبوع الجاري بتنازل الضحية فردوس اليوسفي للشابين اللذين عرضاها للعنف الجنسي والتحرش بمدينة البيضاء، وقدم دفاع الشابة التي تمتهن الحلاقة والتجميل تنازلا للضحايا، حيث تم إطلاق سراحهما ليسدل الستار على هذا الملف الذي تفاعل معه رواد المواقع التواصل الاجتماعي وفئات واسعة من المغاربة، وكذلك الأمن مع صرخة فردوس إثر حوار مع قناة شوف تيفي سردت فيه كيف تعرضت للتحرش والسب والشتم وكيف وثقت ذلك بهاتفها النقال، واعتقلت مصالح الأمن السائق ومرافقة بعد فتح تحقيق في النازلة، حيث اعترف في التحقيقات بتعريض فردوس للسب والشتم وإشارات مخلة بالحياء قبل أن تطوى القضية بتنازل من الضحية.